السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام. كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في أحسن الأحوال، وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم بشرة شانيل. وما تنسوش أخوتي لايك الفيديو وتعليقكم بخصوص الموضوع. أمينة الذهبية كتخرج على الصمت ديالها من بعد ما انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي خبر الزواج ديالها من اللاعب المغربي حكيم الزياش واللي خلق ضجة كبيرة. فأمينة تلقات بزاف ديال الرسائل من عند المتابعات ديالها، ونزلت واحد الرسالة اللي كتقول: سلام أختي أمينة، كتروج عليك واحد الهضرة في مواقع التواصل باللي انتي وحكيم الزياش غادي تزوجوا، ديري ستوري ونفي الخبر باش ما يبقاش بنادم داوي فيك. فغنخليكم اخوتي مع ستوري ديال امينه. دقة كتكون جالس ما بيك معليك حتى كتبقى تسمع على راسك شي هضره اللي انت براسك ما عارفاش، كيشككوك في راسك. المهم هذا الموضوع صراحه ما كنت باغا ندير عليه حتى شي حاجه ولا نهضر عليه، حقاش كنشوف انه ما يستاهلش شي حاجه اللي واضحه، والناس اللي كيعرفوني اي حاجه غيشوفوها بلاصه اخرى وما كايناش فاش ديري غيفهموا بلي انا ماشي مسؤوله عليها، الله يفهموا بلي ماشي بصح. هادشي علاش قلت ما نهضرش فيه، ولكن ملي شفت بزاف ديال لي ميساج كثروا، بزاف ديال ما بغاش يوقف الموضوع، كل شويه كيتحطوا حوايج جداد والناس كيصيفطوا لي لي ميساج، كل مره كيقولوا لي وضحي، قلت غندير هاد ستوري غنوضح فيها باش نحيد على راسي المسؤوليه، مع العلم اي حاجه ما محطوطاش عندي في لاباج انا ما مسؤولاش عليها. المهم راكم عرفتوا الموضوع اللي كنهضروا اللي كنهضر عليه، ما بغيتش نقول شنو هو باش ما يزيدش تبارطاجا اكثر. انا ما مسؤولاش على حتى شي حاجه محطوطاش عندي في لاباج. المشكل ديال ان شي واحد يتيق شي حاجه محطوطه في ديباج اخرين اللي كيقدروا انهم يستغلوا شي موضوع اللي الناس تيقوا باش كيستغلوا في المشاهدات الى اخره، حتى هي انا ما مسؤولاش عليها. علاش اصدقائي اللي كيعرفوني واللي كيشوفوا ستورياتي دابا اي حاجه شفتوها حاولوا تاكدوا منها واش صحيحه ولا لا من المصدر ديالها، وما تحاولوا ما تخليوش زعما الناس يستغلوا شي حاجه انكم نتوما متيقينها باش يستغلوكم في المشاهدات كيزيدوا الاخبار الكاذبه الى اخره والاشاعات. المهم هادشي كامل كنقولوا غير باش نحيد من راسي المسؤوليه، باش نوضح للناس اللي كيقولوا لي وضحي وجاوبي. ما كنتش باغي نجاوب، ولكن قلت غادي نهضر باش صافي هادشي يوقف. المهم راه باينة بلي كلشي اشاعات، والناس اللي كيعرفوني عارفين بلي اي حاجه انا حاطاها في الباج ديالي هي اللي انا كنكون مسؤوله عليها، شي حاجه محطوطه في بلاصه اخرى راه اشاعات وما كاين منها حتى شي حاجه صحيحه. ما فهمتش اصلا منين خرجت. فهنا خوتي غنكون وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا على حسن المتابعة، إلى فيديو قادم إن شاء الله، مع السلامة.